برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال مميز أو سيدة أعمال مميزة. رحبوا معنا اليوم بمستر جعفر صاحب لوتو فلاورز. أهلا بكم، صباح الخير، شكرا على هذه الاستضافة. الله يسلمك. الله يسعدك مستر جعفر. حابين نعرف أكثر عن حضرتك وأنت بدأت تأسيس بلوتو فلاورز. نعم، احنا بلوتو للزبور كانت فكرة مشروع بزنس اونلاين. والبزنس الاونلاين تحول الى واقع، الى شركة تتعامل مع ناس ومع زبائن وكاستمرز حقيقيين في الواقع. ونحن موجودين في منطقة المجاز في الشارقة، شارع شطة البحيرة. مستر جعفر، حابين نعرف اكتر ايه الخدمات اللي بيقدمها بلوتو فلاورز؟ بلوتو للزبور عبارة عن شركة تنسق الهدايا، تنسيق الزهور، ايضا توفر جميع انواع البوكيهات وجميع انواع الهدايا. مع بلوتو للزهور احنا مختصين في الزهور الطبيعيه والصناعيه والمجففه ايضا. احنا نقدم جميع انواع الزهور، وطبعا زهورنا جدا مميزه ومن مناطق خارج الدوله. ايضا احنا نوفر خدمات توصيل لجميع مناطق الدوله. ايضا طبعا يوجد عروض وخصومات في عيد الام، في عيد الحب القادم ان شاء الله. ايضا تطورنا من بوكيهات وهدايا الى طون الى اعراس، تنظيم مناسبات، تنظيم ايفنتات. نعم، حلو كثير. يعني حضرتك بتبقى مسؤول، انت تروح الايفنت وتجهز بالضبط. نحن مسؤولين عن الايفنت كامل من الاي تو زد، من ترتيبات الايفنت كامل. يعني ما شاء الله، حلو كثير. مستر جعفر، حابين طبعا نعرف انت عارف ان في منافسه جديده هنا بالامارات. صحيح. ازاي بلوتو فلاورز قدر يتميز؟ احنا بلوتو فلاورز عملنا بعض الامور اللي هي خرجنا خارج عن الاوت اوف ذا بوكس مثل ما يقولون. عملنا تنسيقات جديده وحديثه، ايضا عملنا رابينج وتغليف بعيد عن الاسواق، لانه اكثر من 30 او 40 سنه نفس الديزاين اللي هو الاوراق. ممكن نضيف بعض اشوفكم الان بعض الامثله. خرجنا وجلبنا بعض العمال او الفلاورس مثل ما قلنا، احنا المنسقين الزهور بروفيشنال، كانوا جدا اكسبيرينس اكثر من 10 سنين، فحبينا ندخل في السوق بشكل قوي. نعم. مستر جعفر، حابين نعرف النظره المستقبليه لك. النظره المستقبليه حاليا احنا في محل واحد، لكن احنا النظره المستقبليه تكون سلسله محلات بلوت الزهور ان شاء الله. نعم. باذن الله نتمنى لك كل النجاح والتوفيق ان شاء الله في المستقبل. شكرا. مستر جعفر، طبعا عارف ان احنا في افضل بلد هنا بالامارات. نعم. نعمة الامن والامان، بتساعد كتير المستثمرين ان هم يستثمروا هنا بالامارات. نعم صحيح. نعرف ازاي تساعد مستر جعفر بالتحديد. نعم، دولة الامارات طبعا هي بيئة عمل مناسبة للجميع، جميع المستثمرين سواء كان مبتدئ او سواء كان هو رائد اعمال قديم او قوي في السوق. بيئة نظيفة، بيئة عدلة مثل ما يقولون لجميع المستثمرين. مستر جعفر، حابين نعرف ونقول للساده المشاهدين ازاي تقدروا تتواصلوا مع بلوتو فلاورز. بلوتو للزهور، طبعا احنا اول شيء موقعنا في منطقه المجاز في الشارقه، شارع شطه البحيره، شارع الانتفاضه. ايضا احنا نمتلك رقم تواصل مع الواتساب، ايضا نمتلك الانستغرام plotoflowers.ae، نمتلك ويب سايت www.plotoflowers.com، ايضا نمتلك ابلكيشن على الابل ستور على الجوجل بلاي. نعم، شكرا ليك مستر جعفر، شكرا لك. اهلا، شرفتونا. تسلم. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.